قالت هيئة علماء المسلمين إنه بحسب خبرة السنوات الماضية وواقع الطبقة السياسية الحاكمة وسياساتها الداخلية وارتباطاتها الخارجية، إنه لا يمكن تصور حل حقيقي سياسي في العراق إلا بإنهاء العملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والعرقية. الهيئة أضافت في تقرير لقسمها السياسي عن الحالة السياسية في العراق أنه من غير المتوقع أن تسفر الانتخابات القادمة عن أي جديد إيجابي، ويميل الكثير إلى أن نتائجها ستكون ذات آثار كارثية أكثر من سابقاتها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة عن تقرير الحالة السياسية في العراق الصادر عن القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، والتي سيكون معنا في الاستوديو مصطفى كامل رئيس تحرير موقع وجهات نظر. أستاذ مصطفى مرحبا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ مصطفى. وسينضم إلينا عبر الهاتف من لندن إبراهيم العجيلي الكاتب والمحلل السياسي، وسيكون من عمان أيضا عبر الهاتف الدكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي. مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم نعود إليكم. إذن مشاهدينا الكرام نناقش في هذه التغطية الخاصة عن تقرير الحالة السياسية في العراق والذي صدر عن القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. أبدأ معكم أستاذ مصطفى، لنبدأ فيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي الذي جرى على مدى 4 جولات بين حكومة الكاظمي وواشنطن. هناك من يقول إن هذا الحوار هو غير ذي جدوى لأنه يعني أقيم أو فتح بين طرفين غير متكافئين، الولايات المتحدة وهي جهة احتلال وحكومة الكاظمي وهي حكومة محتلة منذ عام 2003. هل تتفق مع هذا الطرح أستاذ مصطفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هو لا يوجد حوار أصلا بين الولايات المتحدة وأي جهة عراقية. نعم. يعني هناك إملاءات وهناك حملة دعاية لترويج أن هناك حوارا متكافئا بين طرفين. نعم. لا يمكن لعاقل أن يتصور أن هناك حوارا بين واشنطن وبغداد. كيف يمكن أن يجري هذا الحوار وهناك هذه السفارة التي تضم آلاف الموظفين ولها نشاطات استخبارية وعسكرية؟ نعم. واضحة، هناك إملاءات تفرض على الجانب العراقي، والحقيقة يعني في كل المجالات نحن نجد أن هناك استجابة عراقية كما يقال بين قوسين. نعم. لهذه الإملاءات الأمريكية التي يجري إخراجها وفق ترتيبات ووفق جداول معينة تخدم المشروع السياسي. نعم. الاحتلالي الأمريكي في العراق. يعني هذه هي الصورة المختصرة لما يجري من ادعاءات بأن هناك حوارا استراتيجيا وأن هناك تفاوضا بين العراق والولايات المتحدة. طيب. لجدولة انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة أو ما إلى ذلك. يوم أمس جرى لقاء بين قاسم الأعرجي وقائد القوات الأمريكية في التحالف. نعم. الدولي كما يقال. هذه كلها ضمن أجواء الدعاية لترويج أن هناك سيادة في العراق وأن هناك قرارا مستقلا يجري يعني العمل بموجبه وأن هناك مصالح للشعب العراقي. نعم. هذه السلطة التي نصبها الاحتلال، يعني يريدون إظهار أن هذه السلطة حريصة على مصالح الشعب العراقي، وهي طبعا سلطة مجرمة فاسدة، يعني نهبت العراقيين وقتلتهم وأجرمت، ولا يوجد هناك إلا الفروقات التي تفرضها المرحلة بين حكومة أو أخرى، بين سلطة أو أخرى. يعني لا يوجد هناك فرق بين سلطة إبراهيم الجعفري
أقصد فرق حقيقي وجوهري بين سلطة إبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي والسلطة الحالية لمصطفى الكاظمي، لكن هناك مظاهر تبدو فيها هذه السلطة في وقت ما تبدو كأنها منفصلة، يعني ضرورات المرحلة هي التي تفرض هذا التغير في الشكل وليس التغير في الجوهر. التغير الجوهر هي سلطات نصبها المحتل وتعمل لخدمته وتعمل لخدمة مشروع تدمير العراق وقتل العراقيين ونهبهم وإفقارهم وغلق كل منافذ المستقبل أمامهم. طيب، هذا هو الذي يجري فقط بين الحوار المتكافئ ويسمى حوارا استراتيجيا. نعم، نحن وجدناه على سبيل المثال في الحوار بين طالبان والولايات المتحدة. نعم، الذي جدولت بموجبه الخروج ورأى العالم كله كيف تخرج ثم كيف تتسلم بصرف النظر عن موقفنا السياسي. نعم، والفكري. نعم، من حركة طالبان، لكن رأى العالم كيف تخرج، هذا يسمى حوارا. لكن هذه المسرحيات التي تروج في العراق لا يمكن أن تسمى حوارا، بل هي إملاءات. نعم، وحملة دعاية عامة لإظهار السيادة المزعومة والاستقلال الخادع. طيب، أستاذ إبراهيم العجيلي الكاتب والمحلل السياسي، السلام عليكم. عليكم السلام ومرحبا. أستاذ إبراهيم، الأستاذ مصطفى كامل يقول لا يوجد حوار، وما يجري بين حكومة بغداد وواشنطن هو إملاءات تفرض، لكن هنا أريد سؤالكم، إذا كانت هذه المحادثات كما وصفها الأستاذ مصطفى كامل هي إملاءات تفرض من قبل الولايات المتحدة على الحكومات المتعاقبة في العراق، إذن ما طبيعة العلاقة بين الطرفين أستاذ إبراهيم؟ شكرا جزيلا، تحياتي مرة ثانية لك وإلى ضيوفك الكرام، وأنا أؤيد الأستاذ مصطفى بتحليلاته، وينبغي أن ندرك أنه الاحتلال الأمريكي والحكومة في العراق هي تتخادم، يعني الحكومة العراقية تخدم مسارات وأهداف الاحتلال الأمريكي وكذلك الاحتلال الإيراني. والمشروع الأمريكي مثل ما واضح لكل العالم أنه هو مشروع احتلال وحكم العراق بموجب نظام طائفي وجرى التهيئة الأرضية والدستور بتقسيم الشعب العراقي إلى طوائف، وبالتالي هذه الطوائف متقاتلة، وخلقت هناك نواتات مما يسمى من داعش ونواتات مما يسمى من فرق إيرانية، فرق اغتيالات وقتل داخل العراق. فهذه السياسات الإيرانية الأمريكية تتخادم، والخادم الأكبر لها هو الحكومة في العراق. الحكومة في العراق لا تمتلك قرارها ولا تمتلك قدرة على أن تكون هي الند للولايات المتحدة الأمريكية. مشروع الولايات المتحدة الأمريكية مشروع كبير، مشروع يرتبط بالهيمنة الإسرائيلية على المنطقة، بسط نفوذ إسرائيل على المنطقة. وها هي أمريكا تتفرج على إيران وهي تبسط نفوذها على أربع عواصم عربية معروفة، وطوقت الخليج وأخبرتهم صراحة. الرئيس الأمريكي قال لأحد الملوك العرب، قال له ممكن التاج مالتك يروح من عندك خلال أسبوعين أو يشال أو تخسر السلطة إلى آخره. باختصار قال لهم هاي إيران ترى احنا ما نقاتلها ولا نتحارب وياها. نعم، وجاية إيران راح تسقط عروشكم وتحتلكم. أنتم إذا تريدون تحمون نفسكم هاي إسرائيل تفاهموا وياها، وإسرائيل قادمة للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط. نعم، وما إيران إلا إحدى الخوادم لمشروع الإسرائيلي في المنطقة، والمشروع الإسرائيلي هو مشروع إسرائيلي أمريكي. فمن هي الحكومة العراقية؟ هم شوية عملاء نصبوهم على السلطة وما يخدمون إلا السياسة الأمريكية، وهم طائفيين. نعم، وهم ينضجون الطائفية ويعدون إلها. أنت تتصور أن بعض الأطراف الطائفية في العراق تطلق صواريخ تضرب المنطقة الخضراء وتضرب معسكرات أمريكية؟ يعني أمريكا هل قد عاجزة؟ اللي سقطت النظام العراقي القوي اللي هزم ألحق أكبر هزيمة بإيران في التاريخ الحديث، يعني أمريكا ما تقدر تضعهم عند حدهم، أقصد اللي يطلقون هاي الصواريخ أو القتلة أو الطرف الثالث. هذه ألاعيب
هاي لا تخفى على الشعب العراقي، ما تخفى على محلل سياسي وعلى او على شخص على طرف من الاطراف السياسيه عنده امكانيه ان يقول رايه بحريه وبصراحه. طيب. وان يشخص هذه العمليه. نعم. دكتور رحيم، استاذ القانون الدولي، اهلا بكم دكتور. كما تعرفون بالحوار الاستراتيجي تم التطرق لأكثر من مرة عن موضوع سحب القوات الأمريكية من العراق، لكن هل تعتقد أن هناك نية حقيقية لدى الولايات المتحدة للانسحاب الكامل أو حتى لخفض جزئي للقوات الأمريكية من العراق؟ تعتقد ذلك دكتور رحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وتحياتي لضيوفك الكرام ومشاهدين القناة. علينا أن نعود قريبا إلى الوراء. الاتفاقية الأمنية التي وقعت 2008 بين نور المالكي وبين الجانب الأمريكي عندما كانت القوات الأمريكية تحتل العراق ولا زالت طبعا، لكن بذلك العدد الرهيب في ذلك الوقت، وبالتالي عنصر ضعيف إلى أبعد الحدود وعنصر قوي إلى أبعد الحدود، إذا لا يمكن أن يكون هناك اتفاقا. ومع ذلك هذه الاتفاقية أخذت مجالها في السريان القانوني كما نقول نحن في مجلس النواب ومجلس الوزراء، إذا استمرت هذه الاتفاقية. الأمريكان كانوا يريدون انسحابا بصورة غير مباشرة، على الأقل ينسحبون من المناطق، خصوصا وقد أتعبوا كثيرا من قبل المقاومة، وهم يقولون باعترافهم أكثر من 4000 جندي من الذين يحملون الجندية الأمريكية قد قتلوا في العراق، وأكثر من 30,000 حسب ما يقولون out of war، يعني هؤلاء الذين سيبقون إلى أبد الآبدين معوقين، وهم يريدون. ولذلك كان الجمهوريون يتوقعون أن يحصلوا من خلال هذه الاتفاقية ذات الطابع الشكلي أم ممكن يمدد لهم 4 سنوات أخرى، لكن الديمقراطيون هم الذين استولوا. وبالتالي بدأ انسحاب شكلي كما نقول من المناطق الموجودة، يعني من القرى والقصبات، والانكفأوا أو إعادة موضع إلى القواعد العسكرية التي باعترافهم سيبقون بها. وهذا الأمر تكرر أكثر من مرة عندما قال الأمريكان نحن موجودون في العراق بموافقة الحكومة العراقية، وخصوصا بعد 2014 عندما استعانت الحكومة العراقية بعد أن خسرت الكثير من قبل داعش، سقطت الموصل وسقطت الأنبار وسقطت صلاح الدين وسقطت الزيادة، فبدل ما تكون قوات الأمريكية اعتبروها قوات التحالف التي لا زالت إلى يومنا هذا تحاول أن تعطي سندا لنا. هذه الحوارات التي نسمع عنها بين الفينة والأخرى تعال إلى البيانات التي تصدر. هم لم يتطرقوا إلى تلك الاتفاقية المبرمة والتي أخذ جانبها القانوني. هم يقولون الحوار عبارة عن لغة، كما نجلس في المخافي. أخذ اللغة الخطابية التي اشتمل عليها آخر بيان في الحوار الأخير، كلام جائحة كورونا، القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، إعادة أرشيف حزب الفعل، إعادة بعض القطع الأثرية، التعاون في مجال التعليم. أي حوار استراتيجي يتعلق بانسحاب قوات؟ وعندما قالوا أن القوات المقاتلة هم لا يعرفون، أو الجانب العراقي لا يعرف أي منها هي قوات مقاتلة أو قوات مدربة أو مجموعة مستشارين تحتاجهم. طيب دكتور. نعم دكتور دعني أنتقل إلى الأستاذ مصطفى كامل. دكتور رحيم يقول هناك انسحاب ولكنه انسحاب شكلي، حيث أن يعني تم الانسحاب من بعض القواعد الموجودة في داخل العراق، لكن المتحكم بالقرارات السياسية والأمنية هي الولايات المتحدة. لكن تعتقد أستاذ مصطفى أن هناك علاقة بين سحب القوات الأمريكية والمد بحكومة الكاظمي؟ تعتقد يعني ذلك؟ قبل أن أجيب على سؤال حضرتك، هناك نقطة مهمة. نعم. في موضوع الانسحاب القوات الأمريكية، هل يعرف أحد من السياسيين العراقيين والسياسيين بين قوسين والعراقيين بين قوسين، لأنهم ليسوا سياسيين وليسوا عراقيين بالولاء؟ طيب. حتى وإن كانوا عراقيين بالجنسية، هل يعرف أحدا منهم العدد الحقيقي لقوات الولايات المتحدة في العراق؟ هل يعرف أحدا منهم الممارسات الحقيقية أو الواجبات الحقيقية لهذه القوات
التي كانت موجودة في العراق أو التي ستبقى في العراق؟ هل يعرف أحد ماذا يجري في القواعد العسكرية الأمريكية في العراق؟ هل يعرف أحد ماذا يجري في السفارة الأمريكية في العراق؟ هل يعرف أحد ماذا تقوم به الأجهزة الاستخبارية الأمريكية وهي متعددة في العراق؟ هل يعرف ما أحد مدى النفوذ العسكري والسياسي والأمني في العراق في كل المجالات؟ لا يعرف أحد من العراقيين هذا الأمر. يعني لو غدا قالوا أننا لدينا 20,000 وانسحبت 10,000 من القوات وبقي 10,000، من يستطيع أن يدقق أن الذين كانوا هم 20,000 والذين انسحبوا هم 10,000 وأن الذين بقوا هم 10,000؟ لا يستطيع أحد هذا. والأهم من مسألة العدد هو مسألة الواجبات التي يقوموا بها والممارسات التي يقوموا بها والنفوذ، ثم مسألة الوجود فقط لا تعني كثيرا. الوجود هم موجودون في الكويت، حتى إذا انسحب تعداد منهم موجودون في الكويت وقادرون على المجيء إلى العراق بأي وقت. ثانيا أن السيطرة لا تكون فقط بسيطرة قوات على الأرض، هناك الطائرات المسيرة، هناك الأقمار الاصطناعية، هناك وسائل التجسس الرادارية الأخرى، هناك وسائل التجسس على الاتصالات، هناك العديد من وسائل النفوذ والهيمنة على القرار العراقي. وبالتالي هي المسألة ليست وجود جندي يحمل رشاشة ويقف في باب أو في إحدى القواعد الأمريكية، هذه قضية. القضية الثانية إجابة على سؤال حضرتك، الكاظمي أصلا هو جاء كمرحلة انتقالية فرضتها مجريات أحداث ثورة تشرين العظيمة أمام هذا الزحف الشعبي الكبير والمتصاعد في حينها، وأمام نسف الدماء الهائل الذي أوقعته يعني السلطات المجرمة والإرهابية لحكومة عادل عبد البهدي بصفوف الثوار. اضطرت هذه الجهات التي تتحكم بالقرار العراقي وأعني بها الأحزاب والميليشيات الإرهابية، اضطروا إلى أن يأتوا بشخص من المغمور، من وين كان يسمى مديرا لجهاز المخابرات، هو عنصر مغمور يعني لا وزن له لا سياسيا ولا أمنيا ولا استخباريا، ولا وهو يدعي أنه صحفي وهو لا يستطيع أن يكتب سطرا واحدا سليما، ويعني معروف وصفه. جاءوا به من الخطوط الخلفية للعملية السياسية ولمشروع الاحتلال وأظهروه إلى الواجهة في محاولة لكسب الوقت وتمرير مصالح هذه الميليشيات والأحزاب الإرهابية في العراق. وقيس الخزعلي زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق قالها بصوت واضح وبلسان يعني صريح، قال إن مصلحتنا أجبرتنا على القبول بمصطفى الكاظمي رئيسا لوزراء العراق. هذا جاء طبعا بعد أوامر قاآني، يعني أنت تعرف حضرتك كان قبل أيام من التصويت عليه رئيسا لمجلس الوزراء كانوا يتحدثون عن دوره في مصرع الإرهابيين قاسم سليماني وجمال الإبراهيمي أبو مهدي المهندس، وإذا به يتحول بين يوم وآخر إلى رئيس لوزراء السلطة في العراق. الدعم الميليشياوي طبعا لسلطة الكاظمي واضح، يعني تعرف أنت هو لم يأتي إلى هذا كما قلنا إلا بعد أوامر قآني وبتوافقات من تحالف الفتح الميليشياوي الإرهابي بزعامة هادي العامري وميليشيات مقتدى الصدر الإرهابية. هم جاءوا به لمهمة محددة كما قلنا لتمرير الوقت ولتهدئة الأوضاع ولمحاولة خداع الشارع العراقي الثائر، والإعداد لانتخابات تجري في العراق تنتهي بموجبها مهمة السلطة. الكاظمي يؤكد بين حين وآخر على أنه لن يرشح للانتخابات، وأنا أعتقد أن هذا صحيح لسبب بسيط، هو ليس زهدا منه بالسلطة وإنما لأنه يعرف جيدا الحدود التي تسمح له ويعني المدى الزمني الذي يمكن له أن يعمل به. هو يعرف أن في ضوء المعلومات الموجودة مهمته يعني تنتهي كما قلنا في هذه المرحلة الانتقالية التي يعني سيسلم بموجبها السلطة بعد انتخابات
يزمع القيام بها، لكن هذا لا يعني طبعا عدم إمكانية استمرار سلطة الكاظمي. إذا استمرت موجبات المرحلة الانتقالية في العراق يمكن أن تستمر مرحلة الكاظمي، لأنها كما قلنا مرحلة انتقالية، فإن لم تنتهي موجبات المرحلة الانتقالية يمكن أن تستمر. لكن في كل الأحوال هذا الذي يجري من حملة دعاية عامة وترويج لسلطة الكاظمي هو محاولة لإظهار أو لخداع الشارع العراقي أن هناك مرحلة جديدة ستبدأ في العراق، وأن مرحلة سيطرة الأحزاب والشخصيات التي كانت موجودة من مرحلة الخيانة والعمالة في التحضير لغزو العراق ثم استمرت للسنوات 18 أو 19 من عمر الاحتلال، يراد إيهام الشارع العراقي أن هناك وجوه جديدة ستأتي، وأن هناك شخصيات جديدة، وأن هناك خطابا جديدا سيأتي، وأن هناك سياسة جديدة ستعتمد سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي. هذا كله يجري ضمن محاولة إيهام العراقيين بهذا، ومسألة الحوار الاستراتيجي جزء من هذا. يعني هو يحاولون أن يظهرون أنها مرحلة انتهت، وأن نحن انسحبنا، وأن هذه سيادة. وحتى الآن يجري في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وكثير من هذه الأبواق التي تروج لهذه المرحلة، يجري الحديث أن العراق متجه إلى الاستقلال التام وإلى السيادة الكاملة وأنه سينالها. طيب. هذا كله يعني كما قلت في هذا الإطار يجري. أستاذ إبراهيم، حديث واشنطن والكاظمي عن انسحاب القوات الأمريكية، تعتقد فيها نوع من المجاملة على مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس من أجل تهدئة الشارع مثلا العراقي؟ هل تعتقد ذلك؟ هم يعني يريدون يمررون، يعني عندهم مشروع يريدون يمرروه مثل ما تفضل زميلي بالحديث، انه الكاظمي لن يكون وريثا لسلطه الميليشيات، لكنه وقت يمر الوقت بالعكس الميليشيات تعد نفسها اعداد حقيقي لاستلام السلطه تماما، وحتى موضوع الاغتيالات والقتل والسلاح المنفلت بالشوارع واخذ شكل من اشكال الحده في عهد الكاظمي اكثر من ما سبق. هاي كلها تحديات لسلطه الكاظمي وتحديات للشارع العراقي ايضا يعني. وما ما ما جرى من قتل وتشريد واعتقال زج بالسجون بالاف الشباب العراقيين، هذا كله جرى بمرأة ومسمع من المالكي على ايدي قوى خفيه سموها الطرف الثالث. الامريكان يعرفوها والكاظمي يعرفها، واللعب على مسامع الشعب العراقي يدور في الشارع السياسي، ولكن هناك موقف للشعب العراقي، هناك موقف لثورة أبطال ثورة تشرين، أنه لا لأمريكا ولا لإيران، وما الكاظمي إلا يمثل الصورة الحقيقية الفعلية للتواجد الإيراني والأمريكي في العراق. لا يستطيع أن يعمل شيء، هو مجرد موظف مثل ما كان رئيس جهاز مخابراته والآن حطي في مكتب يسمى رئيس وزراء. بالأمس هو رادوا اعتقلوا ضباط من عنده، راح توصل لدى المالكي من أجل إطلاق سراحهم. يعني هاي مسائل معروفة، يعني الضحية هو الشعب العراقي، المنتهك هو الشعب العراقي. أمريكا في معاهدتها المذلة اللي وقع عليها المالكي لها الحق أن تتحكم بسماء العراق، فضاء العراق، أرض العراق، مياه العراق. لا يعني الرئيس الامريكي يدخل العراق بدون علم الحكومه العراقيه ويروح يزور القطعات الامريكيه في داخل العراق. لا توجد حكومه في العراق اطلاقا، ولا توجد سياده للعراق في ظل هذه الحكومه. السياده للاحتلال. الاحتلال الامريكي والاحتلال الايراني. أستاذ إبراهيم، يرجى أن تبقى معنا، سأنتقل إلى الدكتور رحيم. دكتور رحيم، نبقى في نفس الموضوع ولكن ننتقل إلى شق آخر، هو ما يتعلق بانسحاب عدد من التيارات السياسية من الانتخابات المقبلة المقررة في 10/10/2021، بحجة هذه التيارات التي انسحبت من الانتخابات بحجة أن الانتخابات ستفرز حكومة ضعيفة وبرلمان غير كفؤ.
هل هذه الانسحابات يمكن عدها جدية وحقيقية أم هي فقط للاستهلاك الإعلامي دكتور رحيم؟ الانتخابات التي تتكرر كل 4 سنوات باعترافهم هم أصحاب العملية السياسية التي يدعون أنهم كلهم يقولون أن هذه الانتخابات تم تزويرها من أول انتخابات إلى الانتخابات الأخيرة بال 2018. وهذه الانتخابات تقوم على المحاصصة وتقاسم الغنيمة بعد انتهاء الانتخابات، وبالتالي لا يمكن أن تقيس فكرة صندوق والانتخابات، لأن الأمريكان يريدون لهذا المشروع الذين جاءوا به إلى العراق غير حماية الأمن الإسرائيلي، وإنما يقولون نحن قدنا الشعب العراقي إلى قدر من الديمقراطية من خلال صندوق الانتخابات. فهذه الانتخابات سواء سابقا أو التي ستأتي، سواء انسحب من انسحب أو بقي من بقي فيها، لن تفرض إلا أولئك الذين جاء الاحتلال بهم سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، لأنه أنت من كل انتخابات قانون الانتخابات 100 علامة استفهام عليه، المفوضية التي قالوا أنها مكونة من قضاة 7 وهذه القضاة عبارة عن محاصصة، اثنين للسنة اثنين للشيعة اثنين للأكراد ورئيس الشطبة تبع الصدر. طيب هذه كيف الرقابة التي قالوا رقابة من الأمم المتحدة، أي رقابة هذه التي يمكن أن تشرف على كل الصناديق؟ الانتخابات السابقة باعترافهم أنها كانت مدورة، ومع ذلك الجانب الأمريكي، خلينا نعود قليلا للوراء عندما قال أن هذه الانتخابات جرت وفق المعايير الدولية، الأمريكان يقولون هكذا، وكل ممثل الجامعة العربية وممثل الاتحاد الأوروبي وممثل الاتحاد الأمريكي كل الذين حضروا بالانتخابات السابقة قالوا أنها جرت، في حين أن اللجان التي شكلت قالوا أنها مدورة تزويرا كبيرا يصل إلى نسبة 95%. طيب كيف 95%؟ إذا هذه الانتخابات التي تتصوري تثير إشكاليات أمنية وإشكاليات قانونية وإشكاليات سياسية، وبالتالي سواء جرت هذه الانتخابات في 10 أكتوبر أو لم تجري المسألة باقية هكذا، ربما عندما لا تجري الانتخابات ستكون هناك حكومة طوارئ أو حكومة إنقاذ الوطني ويقوم بكل حادث حديث، أما إن جرت الانتخابات بمن حضر يقولون إن هذه هي الشرعية، هذه هي الشرعية، أنت إذا أردت أن تغير لماذا لا تذهب إلى صندوق الانتخاب وتلقي لكي تغير؟ لا يستطيع أحد أن يغير شيء ضمن هذه شبكة السلاع وضمن المال الفاسد السياسي الذي تشترى به بعض السمم، والذي في يوم من الأيام سيكون هذا هو السلطة التشريعية وهذه السلطة التنفيذية وهذه السلطة القضاء مع ذلك. مشاهدينا ضيوفنا الكرام، دعونا نشاهد هذا الانفوغراف الذي يتناول أبرز ما جاء في التقرير الدوري للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين حول الحالة السياسية في العراق، دعونا نشاهد.
إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في هذه التغطية الخاصة عن تقرير الحالة السياسية في العراق الصادر عن القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. انتقل إلى الأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، فيما يخص المهجرين والنازحين، هناك عجز واضح وكامل لمن يدعون بأنهم يمثلون المحافظات المنكوبة والمهجرين في تقديم شيء لهؤلاء، وبالتالي إنهاء الملف الإنساني. ما الذي يعيقهم عن ذلك أستاذ مصطفى؟ يعني أولا، هؤلاء الأشخاص والجهات التي أنشأوها في العراق دخلوا المشروع السياسي للاحتلال الأمريكي الإيراني بدعوى كسب المنافع للسنة العرب في العراق ودفع المضار التي يراد إلحاقها بهم. والحقيقة هو أن دخولهم لهذا المشروع السياسي الاحتلالي هو لتمرير هذا المشروع وإظهار أن السلطة التي أنشئت في العراق بعد غزوه عام 2003 هي سلطة تمثيلية حقيقية للشارع العراقي وللشعب العراقي، وأنها تمثل أوسع شريحة من العراقيين، وأن هناك تمثيلا كاملا لكل المكونات. لأن مشروع الاحتلال، وأنا أكره كلمة المكونات بالمناسبة، لأن مشروع الاحتلال يقوم على أساس أن العراق مكونات وليس شعب واحد في وطن واحد، وأن هناك يجب أن تكون هناك دولة واحدة لكل هذا الشعب ولهذا الوطن. لذلك هؤلاء سيبقون، يعني هذه الشخصيات التي تزعم أنها تمثل هذه الشريحة، شريحة السنة العرب في العراق، ستبقى في خدمة المشروع الاحتلالي، وأيضا تحقق مصالحها الشخصية فقط، وسيعملون على تسويف الوعود وتمرير الوقت، ولن يجلبوا منفعة ولن يدفعوا ضررا. حتى أن بعضهم يعني في الحقيقة لم يدفع الضرر حتى عن نفسه فبات وعن عائلته، فبات شريدا طريدا، واعتقل بعضهم واغتيل عدد منهم وإلى آخره. يعني فضلا عن أبناء المنطقة التي ينتمي إليها أو العشيرة التي ينتسب إليها أو لعموم هذه الشريحة السنة العرب بشكل عام، ما يزال هناك الملايين من السنة العرب بين نازح في الداخل ومهجر في الخارج، وأن هناك ألوفا من الأبرياء مغيبين، وهناك ألوفا من الأبرياء معتقلين، وهناك ألوف من الأبرياء من شريحة السنة العرب التي يعني يراد الانتقام منها لدورها الكبير في مقاومة المحتلين، ما يزال منهم الكثير بالآلاف محكومين وينتظرون. نعم. البعض ينتظر حتى تنفيذ حكم الإعدام، وهذا الأمر سيبقى مستمرا، لأن المقصود هو تدمير هذه الشريحة، وكما قلت لدورها الأساسي في مسألة المقاومة وفي بناء العراق وفي الدفاع عنه، حتى في مرحلة الحرب مع إيران لصد عدوان خميني في الثمانينات. كل هذه وأيضا لموضوع التغيير الديموغرافي، وهو موضوع بالغ الخطورة. يعني الآن ما يجري في الطارمية هو محاولة لاستنساخ تجربة جرف الصخر وإخلاء أهلها وجعلها يعني عامل تفجر في خاصرة بغداد الشمالية، كما كانت جرف الصخر بؤرة الآن أصبحت للميليشيات الإرهابية يعني ذات الطابع الإيراني، وأيضا تواجد الحرس الثوري في إيران. كل هذا يراد الانتقام من هذه الشريحة لأسباب كما تحدثنا عنها، ولأسباب طائفية أيضا. لكن أستاذ مصطفى، يعني الذي يتابع الأحداث عن كثب، يعني نلاحظ أن هناك بعض السياسيين السنة يتحدثون وأنهم قد ضمنوا نتائج الانتخابات المزمع عقدها في تشرين الأول. ما السبب في ذلك؟ يعني هم يتحدثون عن مستقبل العملية السياسية بوجودهم من السياسيين السنة الذين يعني تخلوا عن المحافظات المنكوبة. هو هذا الذي أنا قلته، هو أنه دخولهم أصلا هو لإثبات
أن العراقيين جميعا ممثلين في هذه في هذا المشروع الاحتلالي، وبالتالي فإن وجودهم ضروري لإثبات هذه الفرية التي جاء بها المحتلون الأمريكيون والإيرانيون وقسموا العراق على محاصصة بنسب معينة، وأن لشريحة السنة العرب حصتهم لا تزيد على 20% في كل الأحوال مهما شاركوا. يعني هم في حكومة إبراهيم الجعفري امتنعوا بشكل شبه كامل عن المشاركة في الانتخابات التي أدت إلى حكومة الجعفري، وإذا بهم يحصلون على نسبة 17 إلى 18% في حكومة نور المالكي الثانية التي فازت بها القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، اندفع السنة العرب للمشاركة بكثافة في الانتخابات، فإذا بهم لا يحصلون على أكثر من 20%، إذن هم لهم حصة محددة مهما يعني قاطعوا الانتخابات أو شاركوا بها، لا تقل ولا تزيد عن هذه بين 17 و20%، وطبعا لن يمنحوا أي منصب، والدليل على ذلك منصب مجلس الوزراء. الدليل على ذلك أنهم عندما فازت القائمة العراقية بالأغلبية يعني أجروا تحايلا، وهم قادرون لأنهم يستخدمون القضاء بشكل ممتاز. طيب. القضاء هو في خدمة المشروع الاحتلالي وفي خدمة المشروع الإجرامي وفي خدمة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. للأسف القضاء العراقي هو الآن يعني هو لا يمت إلى العدالة في هذا البلد الذي أنشأ في عهد حمورابي أول شريعة عادلة في البشرية. لا ينتمي هذا القضاء إلى هذا الإرث القانوني والحقوقي والتاريخ المشرق من العدالة، ولذلك يعني يستخدمون كل هذه الوسائل مثل ما قلنا لإثبات أنهم موجودون في هذه العملية السياسية وأنهم ممثلون، وهذا جزء من فرية الاحتلال ومشروعه السياسي. سأعود إليك أستاذ مصطفى، لكن دعني أن أنتقل إلى الأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، لو تحدثنا عن الأسباب، يعني لماذا لا تستطيع القوى السنية بين هلالين من بلورة موقف واضح وحاسم لإنهاء موضوع المهجرين والنازحين؟ ما السبب في ذلك؟ نعم، هو موضوع الفساد طبعا. يعني احنا نعرف تماما ان حتى الجماعات اللي اجوا باسم المشروع السني واشتركوا بالسلطة او رشحوا الى السلطة ايضا مارسوا نفس الالاعيب اللي تتضمن السرقة والاحتيال والاسراع على حساب مآسي الشعب العراقي، فهم يتحركون سواء كانوا سنة او شيعة ضمن اطار واحد، إطار نهب وإطار استغلال ثروات الشعب العراقي واضطهاد أبناء الشعب العراقي وتجويعهم وحرمانهم، سواء كانوا من أطراف سنية عملاء أو من أطراف شيعية عملاء. هو مثل ما تفضل الأستاذ قبل تحدث عن شعب، نحن شعب عراقي، لا يمكن أن نتحدث عن سنة وشيعة وتركمان وغيره. إحنا شعب عراقي، ليش هذا التقسيم؟ شعوب العالم كلها، دول العالم كلها تسمى شعوب، ليش احنا نسمى سنة وشيعة؟ إذن هناك مشروعين، مشروع التفرقة والاحتراب بين هذه الأطراف، ومشروع آخر هو التجريف الديموغرافي اللي ترفع رايته الجارة إيران. فالقضية عويصة والقضية ثقيلة جدا، وما الأطراف المتهمة بالسلطة إلا هم عملاء مهما كان انتماءهم إلى أي شريحة من شرائح الشعب العراقي، فهم عملاء ولصوص. وتحدث بعضهم علنا على وسائل الإعلام بأن جميعهم لصوص وجميعهم سراق بما فيهم المتحدث كان هو سارق. فإذا القضية يعني بعيدة عن الشعب العراقي. طيب أستاذ إبراهيم، ولكن أستاذ إبراهيم، هل نجحت الولايات المتحدة ومن خلفها إيران في تثبيت مشروع التفرقة وتثبيت التغيير الديموغرافي في المناطق المختلفة من العراق؟ هل نجحت في ذلك باعتقادكم؟ لا، النجاحات ممكن تكون نسبية جدا وضئيلة، لكنه بدليل تعاظم قوة ثورة الشعب العراقي ثورة تشرين التي
بدأت تستقر وتتسع وتواجه القمع وتواجه وحشية النظام ووحشية الاحتلالين. هذا هو العامل الأساسي في قمع جماح الاحتلالين. ثورة تشرين هل أثبتت بأن الشعب العراقي هو واحد أستاذ إبراهيم؟ صعبة جدا صعبة جدا. هم هذه السياسة الإمبريالية اللي بدت منذ السبعينات أن تزرع الغاسات الأولى للتوزيع الطائفي منذ نشوب الحرب العراقية الإيرانية بدأت تغرس ذلك وانتشرت الجواسيس تنبت نباتات طائفية. نعم. وهناك قوى شيعية وهناك قوى إيرانية وهذه كلها اشتغلت والمخابرات المركزية الأمريكية اشتغلت على هذه الميادين وبالتالي حققوا ما حققوا بالاحتلال الأمريكي للعراق. نشكرك أستاذ إبراهيم العجيلي الكاتب والمحلل السياسي حدثنا من لندن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا. دكتور رحيم، هناك من يقول أن الحل في العراق وإخراج العراق من هذا المأزق الكبير هو لابد من التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، لكن سؤالي هنا هل هناك ثمت مؤشرات مختلفة في الواقع لتقديم شيء مختلف عما سبقها من انتخابات سابقة مثلا؟ لا يمكن أن تجرى انتخابات ويضفى عليها قدر من النزاهة في ظل هذه الآلية التي نقود عليها. نعم. آليات أمنية إن سلاح وأموال فاسدة تشترى بها الثمن ووعي الناس لا يمكن بأي حال، يعرفون جيدا إذا ما ذهبوا إلى صندوق الانتخاب النتيجة كما رأت، وهذه النتيجة ليست من اليوم، هذه مع كل الأسف هذه من أيام الدستور. احنا قلنا عندما قرأنا الدستور قبل أن يستفتى عليه قلنا أن هناك ثغرة يجب أن نستغلها، وهذه الثغرة إذا ثلثي ثلاث محافظات رفضوا الدستور يرفض الدستور، وقد كان هكذا. صلاح الدين 97%، الأنبار 99%، خذلونا المجموعة التي تدعي الأسلمة في الموطن، وبالتالي نينما طلعونا النتيجة 55%، وبالتالي مرر الدستور، وعندما مرر الدستور أرادوا فتاة، أرادت هذه المجموعة التي بين قوسين نسمي نفسها ممثلة المكون أن تأكل من هذا الفتاة الذي يقدم لها من قبل الطبقة السياسية، إلى أن وصلنا إلى يومنا إلى اختراق المحافظات المنكوبة من قبل الميليشيات بموافقة من؟ بموافقة هؤلاء الذين يقودون نحن ممثلو المكون السني مع كل الأسف. أنا أريد أشير إلى نقطة مهمة. يجب أن يكون في حسبان هؤلاء سيكون هناك عقاب صارم في مستقبل الأيام، وقضاء لم يكن في الآن سيكون في مستقبل الأيام، عندما استدعى الكاظمي رئيس الوزراء كل ممثلي بين قوسين المكون السني، كل هؤلاء الذين ترونهم على المسرح، وأبلغهم بأن كل الذين تم اختطافهم من الصقلاوية أو من الغزازة قتلوا ولا وجود لجثتهم، وأخبروا أهلهم لم يستطيعوا هؤلاء حتى الإعلان عنها. سبعت مكان من شخص خرج على ذلك. هؤلاء احنا في لغة القانون سموه مرتكب لجريمة بالصمت، مرتكب لجريمة وأية جريمة ضد الإنسانية. فكل أولئك الذين قتلوا ويعرفهم رئيس الوزراء وأبلغ هؤلاء الذين يدعون أنهم ممثلو المكون معين، هؤلاء سينالون جزاء قانونيا في مستقبل الأيام، إن لم يكن الآن في مستقبل الأيام، لأنه جريمة تتعلق بجريمة ضد الإنسانية. هؤلاء طيب. الذين لا يستطيعون الذهاب إلى جرف الصخر، هؤلاء الذين لا يستطيعون الوقوف إلى جانب المهجرين وإعادتهم، كم من 2014 إلى يومنا هذا، من 2014 إلى يومنا هذا هؤلاء لا يستطيعون الدفاع عن أهلهم. فهل تتوقع في يوم من الأيام أن يكونوا أنصار لمن سينتخبهم؟ أنا أتصور أن الانتخابات إذا جرت لا يمكن أن تكون إلا لمصلحة هؤلاء الذين نراهم على شاشات التلفزيون. من عمان عبر الهاتف كان معنا الدكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا. أستاذ مصطفى، يعني إذا ما مضت قوى العملية السياسية في مسألة الانتخابات وبالتالي أفرزت نفس الوجوه وهذا هو المتوقع،
هل تتوقع أن يشهد العراق موجة تظاهرات عارمة كالتي شهدتها في عام 2019؟ يعني شوف، هو قد تتغير بعض الوجوه في السلطة القادمة التي ستفرزها هذه الانتخابات المزمعة، ستتغير ربما بعض التسميات في المشهد السياسي. طيب. لكن الأساس هو أن المبادئ الأساسية التي تحكم هذا المشروع السياسي الاحتلالي في العراق ستبقى قائمة مهما تغيرت الوجوه ومهما تغيرت الواجهات ومهما تغيرت التسميات. وتعرف حضرتك أن العصابات الأساسية في العراق مثل المجلس الأعلى، حزب الدعوة، الحزب الإسلامي، التيار الصدري، الميليشيات البدر، العصائب، حزب الله إلى آخره، كل هذه أوجدت العديد من الواجهات الجديدة، أسماء جديدة، أظهرت بعض الأشخاص من غير المعروفين بالفساد والإجرام. نعم. لكن هم يحركونهم، وهؤلاء هذه الشخصيات الجديدة فقط واجهات، بعضهم بل بالعكس جاءوا بهم من ثورة تشرين، استمالوهم وأفسدوهم بالمغريات لدفعهم إلى الواجهة بدعوى أنهم ممثلون للثورة، وفي الحقيقة هم سقطوا في مشروع الاحتلال. نعم. والفساد والإرهاب الذي قامت عليه الثورة. لذلك كان ثوار تشرين الحقيقة على قدر كبير من الوعي منذ اليوم الأول للثورة، حينما رفعوا شعار إسقاط النظام. هذا الشعار إسقاط النظام يختلف عن شعارات التغيير والترقيع والإصلاح المزعوم، هذه شعارات ترقيعية وليست شعارات يعني حقيقية تمثل أو تقدم قيمة حقيقية للعراقيين. يعني هذا النظام منح 18 عاما، لا يعني خلالها منح الكثير من الفرص. نعم. وبأكثر من $1,000,000,000 إمكانيات مادية وبدعم دولي وبانفتاح على العالم، وكل ذلك لم يعني يقدم للشعب العراقي أي منجز حقيقي يمكن أن يعتد به. والآن يعني يحضر إلى مشروع في إقامة مؤتمر لدول جوار العراق، وهذا أيضا ضمن مشروع الخداع والتسويق لهذه السلطة الاحتلالية. وهذه حقيقة الدول التي ستحضر ستكون مساهمة في المشروع الإجرامي بحق العراقيين. لذلك شعار إسقاط النظام هو شعار إسقاط كل هذا النظام، وعلى اللهجة الشعار الذي رفع في لبنان، كل يعني كل، يعني هذا النظام كله يعني كله، بدستوره، برموزه، بأشخاصه، بأحزابه، بالإجراءات والقوانين التي أفرزها، بالميليشيات التي تمسك به وتمنعه من السقوط، ولا هو نظام ساقط لولا إرهاب الميليشيات المدعومة من إيران. ما دام هذا النظام قائم ستستمر المآسي في العراق، سيستمر الفاسدون في فسادهم وسرقتهم، سيستمر القتلة في جرائمهم وإرهابهم. وبالتالي من المؤكد أن موجة جديدة من ثورة تشرين ستحدث. ثورة تشرين لم تنتهي. العراق قبل ثورة تشرين يختلف عن العراق ما بعد ثورة تشرين. بالتأكيد. في عام 2018 كانت الانتخابات عدد نسبة المشاركة 18%. هل تعتقد أن العراق ما بعد ثورة تشرين ستكون هناك مشاركة واسعة من قبل الشعب العراقي؟ بدقيقة لو سمحت. يعني لا شك أن هناك حملة تضليل، لكن أنا يعني لكسب الناس إلى وسوقهم إلى صناديق الاقتراع وجعلها كأنها الأمل المنشود، في حين أن هذه لن تحقق شيئا للعراقيين. لكن في نفس الوقت ازداد الوعي لدى العراق، ازدادت الوحدة الوطنية. نبذ كثير من الخطاب الطائفي، مع أنهم لا يزال هذه أفاعي السم ما زالت يعني فحيح، هذه الأفاعي ينفث سمومها في الشارع العراقي، ما تزال منابر السوء تتحدث بالطائفية، لكن هناك وعي كبير لدى الشعب العراقي. الآن لو تسمع في عاشوراء، في المواكب التي جرت في مواكب الثوار،
تتحدث عن الشأن العراقي بكل وضوح وتتهم هذه العصابات التي تسيدت باسم الدين باسم حماية المذهب كل هذه لقتل العراقيين وسرقتهم. لذلك أنا أتوقع هناك إحجام عن المشاركة في الانتخابات وأعتقد أن هناك موجة قادمة من الثورة. أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير موقع وجهات نظر، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام الشكر موصول لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.